نذكركم بمشروع جمعية البر بالمدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. هالمشروع الجميل اللي تكلمنا عنه أمس، تكلمنا عنه بالأيام السابقة، ونتكلم عنه اليوم، فيه وقف للمسلم يوقف لنفسه، وفيه مساعدة للمحتاجين، الناس اللي يحتاجون، ومشروعهم موجود وقائم وتحت مظلة الحكومة. كثر ما أنك تدفع، كثر ما أنه يصل هالإنسان المحتاج. أنت يعني ما عاد أنت بقايلين أنا والله ما أدري، أنا ما أدري هذا محتاج ولا ما هو محتاج، أخاف أني يعطيه يصير الدعوة خطرا علينا، لأنه كل من يمشي بالشارع تبي تعطيه دراهم ممكن أنه يرتد عليك بالخطر. لكن مثل جمعية البر بالمدينة المنورة، حاجة تحت مظلة حكومية، شايف ان شغلها قدامك حاضر بحاضر، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامس جينا ب يعني اللي هي مبادرة العشرة ريال، وقلنا ان ناخذ من عشرة ريال، ووصلت امس ما شاء الله تبارك الله مبلغ كبير. واليوم برضه اهل الخير ما يوقفون عن فعل الخير، يمكن ان فيه اللي امس تصدقوا وفيه اللي اليوم بيتصدقون واللي بكرة وبعد بكرة. ما شاء الله برنامجنا هذا عسى الله يطرح فيه البركة، كل العالم يناظرونه، وممكن أحد ما ناظر الحلقة أمس يناظرها اليوم ويستفيد ويقولي والله ما ذكرتني خلني أتصدق.